السلام عليكم. زارت وزيرة الثقافة سيدة مولوجي إذن زارت ولاية بيجاية وبالضبط وقفت على معالم تاريخية لمدينة بيجاية حيث أنه فيه عملية نتاع تجديد وترميم كل المعالم التاريخية اللي يعني مرت عليها مدينة بيجاية مدة قرون من الزمن. إذا في إطار هذه الجولة التفقدية لوزير الثقافة إذا إلى مدينة بيجاية، نخليكم تتابعوا هذا التقرير حول بعض الجوانب من هذا الإرث الحضاري نتاع مدينة بيجاية. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم.